Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. اللوز الخام، 1 كوب من اللوز الخام الغير محمص، 135 جرام. ماء من الصنبور. نوضع الماء وننتظر لليوم الثاني، أو على الأقل 6 ساعات. بعد ليلة كاملة من النقع نتخلص من الماء. لكل كوب من اللوز 3 أكواب من الماء من الصنبور. كمية الماء حسب رغبتكم في تركيز الحليب، ممكن يكون أقل، يكون 2 كوب أو 4 كوب حسب رغبتكم في تركيز الحليب. نطحن جيد وبنصفي بالمنخل، يكون رفيع جدا أو قطعة قماش تكون نظيفة. ولكن أنا بحب يكون في بعض الشوائب، بكون حسب رغبتكم. إذا حابين يكون صافي 100% استخدموا قطعة قماش تكون نظيفة. وبقايا اللوز هذا بنستخدمه لخبز البيتزا. هلقيت حنعمل بعد قليل حنعمل خبز البيتزا. صلاحية 3 أيام في الثلاجة. نحفظه في الثلاجة لمدة 3 أيام. ممكن نعمل منه اللي هو الشوكولاتة، نعمل منه بالموز، بالفراولة. بنستخدمه كاستخدامات الحليب العادي حسب رغبتكم، بالعسل، بالتمر، شو ما بدكم، اختياري. نعمل خبز البيتزا. بنوضع بقايا اللوز وبنوضع بيضة كبيرة واحدة أو تنتين يكون حجم صغير. أنا وضعت تنتين حجم صغير، ممكن نوضع واحدة كبيرة. قليل من الملح هو حسب ذوقكم، والتوابل هي اختياري. التوابل أنا حوضع توابل البيتزا، وإذا أنتوا حابين أنزلكوا وصفة توابل البيتزا اكتبوا لي بالتعليقات تحت إذا حابين أعملكوا وصفة توابل البيتزا. يمكن وضع معجون الطماطم أو الفلفل الأحمر، هو اختياري ولكن بيعمل تيست عالي. والجبنة، أي نوع جبنة أيضا هي اختياري ولكن بتعمل طعم كتير روعة، يعني شبيه بطعم البيتزا. بنقلب جيد وبنوضعه على ورق الزبدة. بنشغل الفرن من الأعلى والأسفل وبنوضع الخبز في الرف الأوسط على درجة حرارة 200 درجة مئوية. يمكن وضع الزيتون أو الخضروات، أنا وضعت حبتين فيهم زيتون، انتو حسب ذوقكم. المدة حسب الرغبة، اذا كنتم بدكم اياه يكون جاف خلوه بالفرن لمدة اطول، اذا انتو حابين يكون جاف حسب رغبتكم. انا حبيت يكون شوية طري، لكن اذا انتو حابين يكون جاف اكتر خلوه مدة اطول بالفرن حتى يجف اكتر. هو هيك مثل ما انتم شايفين، كتير هو روعة ومميز. في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.